أنظمة الدولة لازم يدخل فيها السوشيال ميديا؟ تمام. أنا كنت بقول لحضرتك الفترة اللي فاتت ديت إن الحرب القادمة اللي بتحصل دلوقتي والقادم هو جهاز الموبايل، حتى التلفزيون، حتى أي أجهزة تانية. خلاص السينما نفسها الناس هتبطل تروحها، لأن ابتدى ينزل مواقع دلوقتي تنزل لك الأفلام بالاشتراكات، ومش عايز أقول أسامي المواقع. الانتاج السينمائي وبقى في موجود في مصر دلوقتي، بقى في انتاج سينمائي خاص بالسوشيال ميديا، مش هينزل مسلسلات وافلام، مش هتنزل على التلفزيونات، هتنزل على السوشيال ميديا. فانا مع كل هذا التقدم في التقنيه واستخدام الناس، وانا مش عامل ضوابط ومحددات للاستخدام. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما عنديش جهه معينه مسؤوله عن متابعة ومراقبة السوشيال ميديا. يعني ممكن كل وزارة جواها جزء أو كل برنامج جواه ناس بتشتغل سوشيال ميديا، ولكن مفيش جهة زي جهة سوشيال ميديا. أنا مش هقول، مش عايز أقول لحضرتك مثلا زي وزير الإعلام يبقى فيه وزير للسوشيال ميديا، بس يبقى فيه حد مسؤول هو اللي بيدرس كل هذه هو الجانب. حضرتك لا يقل أهمية النهاردة وزير السوشيال ميديا عن وزير الإعلام، لأنه السوشيال ميديا بقى شيء مرعب ومنتشر. انا عايز اقول لحضرتك حتى الاطفال ماسكين السوشيال ميديا. هتلر احتل العالم بالاعلام. أي؟ كان جوبلز. فده مش يعني ده اقتراح حضرتك؟ مش يعني مش اقتراح، ده ضروره. ده رقم واحد. رقم اتنين، في خطط كتيره جدا. احنا ناس بنستخدم السوشيال ميديا فاهمين كويس جدا، بس في 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 اقتراحات ما ينفعش تتقال على الهوا، لان انا لو بقول على الهوا يبقى انا ببيعها للجانب الاخر. أيوة. يبتدي هو يستخدمها ضدي، ولو انا جيت اعملها دي حاجات لازم بقى تبقى في غرف مغلقه. بالظبط يعني. بالظبط، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم في تعاون. هي دايره، الدايره دي عباره عن الاعلام اللي بيخاطب الخمسين مليون اللي احنا قلنا عليهم مع السوشيال ميديا. لازم يبقى فيه تنسيق، تعاون في الفكر. النهاردة القنوات اللي بتعادينا ما بينزلش ثانية هوا عنده إلا لما يكون مدعمها بالسوشيال ميديا، والعكس صحيح، ما بينزلش حاجة على السوشيال ميديا إلا لما بيدعمها بالإعلام بتاعه، فبيكمل المنظومة بتاعته لإقناع الناس. أنا النهاردة احنا بنشتغل في اتجاهات مختلفة. الناس في وادي اللي بتاعت السوشيال ميديا، واعتقد ان سيادة الرئيس قال في مؤتمر الشباب تقريبا اللي فات، اللي أيوة. كان جاي فيه ناس كتيره من كل دول العالم، وقال لازم لجنه خبراء تحدد مخاطر السوشيال ميديا، لان احنا مش هنقدر نستغنى عنها، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه توعيه ضد مخاطرها، وازاي الناس الاستخدام الامن للسوشيال ميديا. في حاجات كتيره جدا. الموضوع ده اعتقد ان هو من اهم الموضوعات ان المفروض ان الدوله تهتم بيه، وتهتم بالعاملين في هذا القطاع علشان خاطر تجتذبهم للعمل الوطني وليس للاهواء الشخصيه لكل واحد بيدير صفحه ان هو شايف ده عجبه وينزل حسبي الله ونعم الوكيل والكلام اللي احنا بنشوفه، ويتصور سيلفي مع القطر وهو بيتحرق والناس بتتحرق. بالظبط، وهكذا. فلازم يبقى في وقفه في هذا الوقت، لان احنا ما عندناش وقت. يعني احنا انا طلعت في كذا برنامج وقلت الكلام ده كتير جدا، ولكن انا مش شايف فيه اي تحرك. احنا النهارده بنعيد تاني نفس الكلام وبنقول ان الوقت بيأزف، الوقت مش معانا، فلازم نلحق كدوله مصريه. وفي افكار كتيره جدا تخلينا من اقوى دول العالم اعلاميا، اللي هو الاعلام الحديث اللي هو السوشيال ميديا، ولكن عايزين اللي ياخد الافكار وينفذها. حاليا كده يعني في حركه على السوشيال ميديا، يعني انا مش عارفه هي 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 جايه مع الاحداث اللي احنا فيها، بتحاول تسخن. انا مش عايزه اقول هم بيقولوا ايه، بس في حركه موجوده حضرتك بتحاول مبتدينة. تسخن الناس ليه؟ علشان هو عنده مجال، عنده مساحه خصبه جدا، عنده الماده وعنده اللي يدخل بيها، وعنده كل المقومات انه ينجح فيها. وبرضه بيبقى عارف ان هو احنا هو يعني رد الفعل. أيوة. احنا مش هنبتدي نوقف اللي هو بيعمله، احنا نفضل ندافع عن نفسنا. هو يهاجم وانت تدافع، انت يهاجم، وهكذا لحد ما بياخد مربعات جوه الشطرنج اللي احنا بنلعب فيه في يعني العالم ده. امتى الهجوم حضرتك؟ امتى احنا نهاجم؟ امتى احنا نهاجم؟ لما نبقى منظمين، عندنا تنظيم للموضوع علشان نقدر
يعني زي لعيبه الكوره كده يبقى في مدرب فني يقدر يقول وينج يمين يروح يعمل كذا ده يشوط الكوره وهكذا. أي. نقدر ساعتها نعمل خطه ونقدر نشتغل عليها. طيب استاذ هاني نعم راي حضرتك ايه في كنت بتتكلم عن موضوع برضو السوشيال ميديا كان ليك راي. السوشيال ميديا اصبحت عالم افتراضي، عالم منظومه كامله زي مؤسسات زي التلفزيون زي اي مؤسسه صحفيه زي مؤسسه اعلاميه. السوشيال ميديا اصبحت وسيط جديد، وسيط لكن اخطر من في هذا الوسيط ان هو وسيط بلا حدود، وسيط بلا سيطره، وسيط بلا قيود، اي حد اللي هي. والمساله دي حضرتك بدات يعني في امريكا بشكل عنيف جدا تحت ما يسمى بصحافه المواطن. يعني انا حضرت دوره تدريبيه في معهد الصحافه في واشنطن، قال لك اللي هم بيسموها الصحافه التفاعليه، قال لك ان هناك بداوا يهتموا من بدري قوي بمساله المواقع ديت ومساله التفاعل مع المواطن. وقال لك انا ممكن يجي لي رساله من مواطن في اي ولايه من ولايات امريكا فيها اقتراح بقانون، فيها قضيه، فيها اي حاجه ممكن انا لما احولها لقضيه راي عام تغير القانون في امريكا وتغير الراي العام في امريكا. اذا احنا امام متغير خطير جدا في تشكيل الراي العام. مش عاوز يعني حضرتك عن يعني احنا كل فتره في صفحه لمجلس الوزراء نعم. علشان تصحيح الشائعات وبرضه مش كفايه. لا خلينا برضه لا يعني هم الحقيقه بيبذلوا مجهود كبير قوي بالظبط كده. والمواطن يعني البسيط حضرتك هيتابع صفحه رياسه الوزراء ولا هيتابع صفحه لا خلينا كوميكس زي مثلا صفحه ازومل مثلا صفحه كوميديه فبتدي له الخبر وبتدي له كوميك عليه يضحكه لان احنا شعب بيتميز بالسخريه ويبقى متابع جيد جدا فيستقي اخباره من الكوميكس ديت. ايوه يعني ما يعرفش الاخبار من رئاسه الوزراء ولكن يعرفها من صفحات الكوميكس. فلازم احنا كمان نتحول زي بالظبط كده حضرتك في السبعينات والستينات. احنا يعني الوطن العربي كله كان بيتكلم اللهجه المصريه نتيجه الافلام والانتاج الفني بتاعنا اللي سيطر على الوطن العربي كله. والنهارده نفس القصه السوشيال ميديا. طب هل حضرتك الناس هتصدق ولا برضه هيفضلوا يصدقوا الجهات الاخرى اللي مسيطره عليهم؟ هي حرب بقى، الاقوى المسيطر هو الاقوى. فلو انا عندي استراتيجي بشتغل بيها انا هبقى اقوى لان هو اساسا ضعيف وهو اساسا كذاب. انا بقول لحضرتك بقاله 3 ايام بيطلعوا فيديوهات على الكم الرسائل اللي بتجيلهم، ولو بس ركزنا في لينك كل اكونت بيتبعت له هنعرف ان دي لجان الكترونيه من عندهم. بس مين اللي يقول ده للناس علشان الناس تصدق؟ ثقافتهم ضعيفه الناس مين فمش فاهمين ثقافه الناس بتاعتي. مين اللي يقول لهم ان ده بيحصل وده غلط وده صح؟ الصفحات الكتير قوي اللي هم برضو متابعينها، مش الصفحات الرسميه، لان مش كل الصفحات الرسميه بقى في تشكك دلوقتي من المواطن البسيط في ان يا ترى هو ده صح ولا ده صح، ولكن هو بيتبع الحاجات اللي بتبقى كويسه لقلبه او خفيفه على قلبه شويه اللي هي الصفحات الكوميكس بتتكلم باللهجه زي الاغاني المهرجانات انتشرت جدا بتتكلم بلهجتهم وهكذا. احنا بس وبتجيله من نقط الضعف بتاعته بتجيله بلهجته. انا عايز اتكلم بلهجته يعني انا اشوف أنا اللي قدامي ده ايه نقطه ضعفه ادخله منها فيستجيب. هي الحرب لازم تكون بنفس السلاح بنفس الادوات بنفس الاليه بنفس اللغه. يعني ال 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 ثقافه السوشيال ميديا اصبح عالم. لازم انا ما اعملش رساله في التلفزيون علشان ارد على الايه على السوشيال ميديا. لازم السوشيال ميديا ترد على السوشيال ميديا بنفس الادوات بنفس الجاذبيه بنفس الحرفنه بنفس يعني ايه يعني زي ما هم مثلا جايبين مذيعين بيقدموا حاجات معينه وبيقولوا يعني حاجات وبيتكلموا في موضوعات حضرتك هم قاصدينها يبقى احنا كمان لينا كده. حضرتك ده وسيط مختلف تماما بادواته بالياته بثقافته مختلف عن التلفزيون. ما ينفعش اخلي التلفزيون يرد على السوشيال ميديا. لازم بادوات السوشيال ميديا اشاعات السوشيال ميديا الكلام كل الهيصه اللي على السوشيال ميديا لازم ارد عليها بايه؟ بنفس ادواتها وبنفس اسلوبها
وبنفس الحرفنه، هي في ده الناس قاعده محترفه بتعمل الكلام ده، يبقى انا لازم العبه يعني محترف يلعب محترف، محترف انما محترف هيلعب هاوي يعني. هو اعتقد ان اللي عندهم هيبقى الايه، هتبقى في النهايه على السوشيال ميديا. ايوه، وانا لازم اسوق الاعلامي بتاعي على السوشيال ميديا، واسوق السوشيال ميديا بالاعلامي بتاعي زي ما هو بيسوق السوشيال ميديا بتاعته بالاعلامي. هي دايره واحده، ما ينفعش نفصلهم عن بعض، احنا هنا مفصولين تماما، دول ناس ودول ناس تانية، فما بنجتمعش. في فرق سرعات كبير طبعا، فرق سرعات كبير، لان طبعا المجالات مختلفه والاتيتود مختلف بين هنا وهنا. اعتقد كمان اتاحه المعلومات والشفافيه في المواجهه مع، عشان خاطر يعني نقلص الارض والخصبه اللي بيشتغلوا فيها، ده شيء محور من المحاور المهمه جدا. الناس عرفت الحادثه بتاعه القطر من السوشيال ميديا قبل ما تعرفها من التلفزيون. ايوه دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. ناس بتصور لايف. عايز هقول لحضرتك ان الفيسبوك على بال ما الكاميرات اتحركت كان السوشيال ميديا سابق. منزل خاصيه لايف بتاعه الفيديو علشان يبقى المواطن الصحفي زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، يبقى اي واحد في الشارع هو الفيسبوك هو مصدر الاخبار، وليس هخش على الاهرام او الاخبار. المواطن الصحفي بقى اصبح اتجاه اعلامي موجود في العالم دلوقتي. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل تغليظ العقوبه، انا مش هتكلم بشكل خاص، انا هتكلم بشكل عام، تغليظ العقوبه بشكل عام هيحد من الكوارث؟ احد المحاور. يعني لو جينا نتكلم على المنظومه بشكل متكامل، يعني الشق الاداري بتاع ان هو جزاء شهر، لا ده 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 طبعا يسكر. يعني عشان كده هي المنظومه المواطنيه المتكامله. طبعا الشق الجنائي حاجه تانية مش بقلل منه، بس بالزبط. انا بتكلم بصفه عامه انه لو هو عارف انه في جزاء كبيره منتظره كان هيبقى مصحصح اكتر من كده، او واعي أكيد او مدرك، او مش أكيد لو قاصد مش هيعمل. اكيد طبعا. من امن العقاب اساء التصرف. خلاص انا طالما انا عارف اني مش هتعاقب لو عملت حاجه معينه مش هسيء التصرف، وده اللي حصل. وبالتالي العقاب هو احد محاور المنظومه الوطنيه لاداره ازمات وكوارث والحد من مخاطرها. فعشان بخاطر ان انا مش بس اطار مؤسسي، اطار تشريعي بيضمن هذه العقوبه، بيخلي اللي قاعد ده واقف زنهار عارف ان في عقوبات مشدده، عارف ان في رقيبه يحصل، عارف ان لو حصل كذا يحصل كذا. لكن غياب كل هذه الامور كلها مخليه الاهمال المتناهي اللي وصلنا لهذه المرحله النهارده. وبالتالي لابد 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 من منظومه متكامله بكل الاطر المختلفه، باطار مؤسسي، اطار تشريعي، كمان تثقيف في ثقافه الشعب المصري النهارده في اداره الازمات والكوارث. حضرتك النهارده سلوك الشعب ان هو حصل حادثه بيقف يتفرج، بيقف يتصور. هل دي ثقافه مطلوبه في هذا عربيه الاسعاف عايزه تروح؟ في ناس كانت بتنقذ الناس، يعني حتى يا عيني الراجل اللي هو المسعف توفى، ففي ناس كويسه، بس الاكثريه ممكن تبقى هي دي اللي عندها استهتار. ده اللي عايزين نمحيه من على وجوده بالاطلاق، بحيث الناس تبقى عارفه ان وجوده يعني. مجلس النواب حضرتك هل تفتكر انه له دور في اصدار هذه التشريعات؟ طبعا طبعا طبعا، وعمل سيطره طبعًا شويه أكيد طبعا. في هذا الخصوص الدراسه اتعملت، ومفروض تروح لمجلس النواب تشوف خاطر، لان محتاجين فعلا. ايوه دراسه ايه بقى بالظبط؟ الاطار التشريعي لمحد مخاطر الكوارث. ايوه اطار تشريعي متكامل، درس كل التشريعات اللي حصلت في مصر من 120 سنه فاتوا، وايه المخطط المطلوب، وموجود الدراسه جاهزه وموجوده تحط، بس مجلس النواب يتبناها ويصدرها في اطار المركز القومي لاداره الازمات والكوارث لحد ما خطرها في مصر كلها. فدي احد المحاور. فعشان كده بقول هي منظومه متكامله، بأناشد رئيس الجمهوريه تشوف النور، تشوف النور هذه الدراسه. لان النهارده من 2012 معموله باكفأ خبراء الازمات والكوارث في مصر وفي المنطقه العربيه، مع ساعتها مع وزاره التنميه الاداريه، بحط توصيف لكل حاجه في كل المراحل، مراحل قبل واثناء وبعد، محتاجه فقط التنفيذ. هي الناس اللي اسعفت حضرتك تم استضافتها في برامج تلفزيونيه. ايوه الراجل اللي اتصور سيلفي ده حد استضافه؟ ما هو ما حدش طايقه يعني. يعني مش عايز اقول لحضرتك الناس كلها بتشتم فيه. لازم يطلع لازم بس يطلع. بس هو رد قال ايه؟ انت سمعت رده؟ لا ما سمعتش. قال انا جايبين فيديو معاكم؟ احنا زعناه من شويه. هو بيقول ان والده كان قلقان عليه، فهو حب يطمنه فتصور سيلفي مع القطر. بص المشاهد دي محدش يقدر يمنعها حضرتك. ده وسيط بحر، محدش يقدر يمنع الكلام ده، مفيش حواجز. انا بس عاوز اعلق على موضوع تغليظ التشريعات. هي القضيه حضرتك مش تغليظ التشريعات، هي القضيه تنفيذ القانون. يعني لو طيب كلمات اخيره بقى نختم بيها، يعني ازاي ان احنا فعلا يبقى عندنا اليات تقدر تحد من الكوارث
وتحد من الإهمال وتحد من الاستهتار. طيب أنا ممكن أذكر مثال بسيط خالص يعني يقدم شرح عمل لهذه القصة. أيوه. عندما كان قطاع الاتصالات ملكية عامة وتم خصخصة هذا القطاع وفتح المجال للقطاع الخاص أن يقدم خدمات مثلا زي شركات المحمول. حضرتك تتذكري عندما كان هناك شبكة وحيدة تملكها الدولة كان كيف الوضع، وعندما هناك أربع شبكات الآن الوضع شكله إيه؟ حضرتك لما بتروح أي مركز خدمة لهذه الشبكات إيه اللي بيحصل؟ بتخش مكان مكيف بتاخدي رقم يعني في إطار تنافسي دلوقتي طبعا على الأقل يعني. إذن ده المفتاح، حد مؤهل كويس، حد بيعرف يتعامل مع الجمهور، بتعامل بمنتهى الاحترام منتهى الشياكة، لأن الخدمات تحديدا بتعتمد على هذا العنصر البشري المؤهل. إذن لابد من تقديم يعني انت حضرتك بتقولي لي مثلا القطاع الخاص الناس ممكن تزعل لما نقول القطاع الخاص يدخل السكه الحديد، بالعكس ده هو انا بقدم فكر جديد، بقدم منافسه جديده يعني، وتظل شبكه الدوله موجوده وايضا الشبكه المنافسه علشان اخلق حاله من المنافسه، اخلق فكر جديد، اخلق مفهوم جديد للاداره، مفهوم جديد للخدمه. اللي جاي من بره ممكن يجلب لي مفاهيم حديثه واساليب حديثه، لا يعني مساله تحديث الاداره او دخول القطاع الخاص في هذه الخدمات مساله انا رايي انها بدايه الاصلاح. استاذ عمرو انا هقول نفس الجمله اللي قلتها في البدايه خالص، بلاش نعمل تكرار نفس الاخطاء وتوقع نتائج مختلفه، بلاش نهمل هذا السلاح القوي جدا 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 واقول لا انا اقوى منه، وهو أوروبا وأمريكا طلعت له قوانين مخصوص علشان خاطر إن هم شافوا أخطاروا عليهم قد إيه في انتخابات ترامب، وكلنا تابعنا وقالوا لا الانتخابات والسوشيال ميديا أثرت على الناس، وراحوا لأوروبا وابتدوا يعملوا ممنوع الإعلانات الممولة على الفيسبوك اللي هي الأدز بتاعة الفيسبوك. أيوة. داخل الدول اللي عندها انتخابات. هم عملوا ده عند نفسهم وهم اللي صانعين هذا السلاح. انا ما ينفعش اقول انا اقوى منه وانا مش هتعامل مع شويه العيال دول لان هم عيال بتوع السوشيال، ما ينفعش، لازم احتوي الموقف لان ده سلاح قوي جدا، وده الخطا الفادح اللي حصل في 2011 والنهارده المفروض ان احنا نتدارك هذا الموضوع. بضيف لحضرتك الفكره اللي انت طبعا طرحتها وهي دخول السوشيال ميديا في منظومه الدوله مهم جدا لمواجهه مش شكليات، دخولها مش شكليات بالناس فعلا. اللي شغاله بيها. انا شفت امبارح لقاء لحد كان في هيئه الطرق والقطارات كان بيقول للمذيع اللي ايده في الصنعه المفروض يبقى هو من متخذين القرار في التطوير لهذه المنظومه، يبقى واحد من الناس اللي بيتسالوا، ما يبقاش الناس بس اللي هو ايه انا دارس كذا فانت ما اشتغلتش بايدك، لازم يرجعوا للناس اللي بتشتغل بايديها وعارفه الاساليب اللي تقدر توصل بيها ان هي تسيطر بيها على السوشيال ميديا. حضرتك الحقيقه احب اختم الحديث بضروره او ان احنا النهارده ان الاوان يكون في مصر منهجيه علميه للاداره بشكل عام واداره الموارد المصريه العظيمه والكبيره جدا. بشكركم وطبعا يعني بنتمنى يا رب انه يكون في فعلا حد من هذه الكوارث والمخاطر ويكون في حرب على هذه الشائعات ومواجهه السوشيال ميديا بقوه وتدخل السوشيال ميديا في منظومه الدوله. بشكركم.